അവരുടെ സുപുത്ര അവരുടെ ഹിരിയ പുത്ര സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഇംബിച്ചു പോയ തങ്ങൾ മദനി അൽ ബുഖാരി ഈ പവിത്രവാദ സഭയിലെ പ്രാർത്ഥനയ മൂലക ഈ സഭയെ ചാലനഗൊള്ളിദ്ദാരെ സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഇംബിച്ചു പോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി അവരുടെ ഈ ബൃഹത്താദ സമ്മേളനത്തിലെ ദുആ മാടിക്കായി ആദരപൂർവ്വക ആഹ്വാനം മാഡ്തായിട്ടുണ്ട് الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى حضرات اهل الخير كلهم اجمعين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرد بالقربة الطلاب والعباج وتنار الرواي بأسر الخواتم ويستسقى الغام وجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علم لك أوصل الله من أخر فضاب وقرينا من القرآن الذي هدية واصلة ورحمة النادرة بركة شاملة قلنا إلى أهورة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة حكم اللقبة وحي الدين لمدى القادر الجيراني قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير بفاية قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة الخدام من الجستي الجميري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة شوهن لمدى الناوري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة جدي جلال الدين البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة جدي سيد عثمان البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة سيد محمد بن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة أبي العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة رواه جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين الصلاة والصالحين اللهم رب حقه وبجاههم اللهم قد كل حوائجنا وقد كل حوائج من نوصفنا بالدعاء قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا واشف أمراض من نوصفنا بالدعاء يا شافي الأمراض اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم بزيارة قبر نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيما أمرتنا وانصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.